اخي شوف شوف، انت لما تطلب من الله شيء حط في بالك حاجه، ما هو كل شيء يجري في هذا الكون الله سبحانه وتعالى عالم به ومقدره وراض عنه. ما من ورقه يعني حتى حبه خردل في ظلام الليل الا ويعلمها سبحانه وتعالى. فما بالك بعبد له مثلي ومثلك، والذي دمه عنده اعظم من حرمه الكعبه، يدعي ومخ العباده الدعاء، واعلى شيء في العباده سبحان الله الدعاء. فشيء عظيم ويعمل شيء عظيم الا يعلم عنه؟ بل يعلم. طيب اتفقنا انه يعلم سبحانه، بما انه يعلم سبحانه وتعالى وقد بل انه اصلا خلاك، هو جعلك سخرك تعمل هذا الشيء وهو يعلم ويدري انك قاعد تدعيه ويعرف انك قاعد تطلبه، بل هو الذي سخر الامور اللي خلاك تسوي هذا الشيء، هل يصد عنك؟ هل يحرمك؟ لا والله ما يصد عنك ولا يحرمك سبحانه، لانه ليس سبحانه وتعالى اول شيء هو الرحمن الرحيم، وهو ليس بظالم سبحانه وتعالى، هو عدل. لما يجعلك تذهب لهذا الطريق اللي تدعو فيه، يا أخي والله ما يحرمك، والله ما يحرمك. وصلت رسالة؟